السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخواني؟ أتمنى تكونون بصحة وعافية. أقول فاتني شيء. وأكيد شفنا بروك لازنر مع دانيال كورميه صح؟ قبل ما أبدأ حاب أشكر الجميع على التعليقات الجميلة اللي تواصلوا معي في الفترة هذه يوم كنت مبتعد، بس حاب أطمنكم أن ما فيني إلا العافية، تعرفون ظروف الشغل، والآن أنا محتار. رقم واحد، المشاكل مع يوتيوب مستمرة، ما عندي مونتايزيشن، وبتلاحظون يعني متى ما شفتوا فيديوهاتي ما في دعايات. رقم اثنين، اللي سألني عن موضوع باتريون حاب أقول لكم شكرا جزيلا، ولكن حتى الآن ما قررت اللي بسويه، ومتى ما عرفت بتشوفونه في الفيديوهات القادمة. رقم ثلاثة، الفترة هذه أنا بركز على شيء واحد وهو الاستمتاع. بحاول أعمل محتوى للشغف، للحب لعالم المصارعة، وتحليل العروض إن شاء الله قريبا، يعني يا في ماندي نايت رول القادم أو داينامايت القادم ببدأ فيها. قاعد أحاول أنظم وقتي بطريقة ما أنا أقدر أعمل لكم فيديوهات. فاليوم بنسولف عن أبرز الأحداث اللي صارت في العروض، وطبعا الأخبار. عبد الله على السلامة. ها؟ لا بس بغيت أسلم عليك حبي. شو جابك إني أنت أرجع لتردك برو وراك أوماس في عالم إلتن رينج؟ You are maidenless. يقول له ما عندك مزز. تخيل يسويها من أول محاولة. أعطاها راسه. فخلنا نبدأ بالأحداث. تعودة الجود براذرز في ماندي نايت رو، وكان في أخبار أنه خلصوا عقودهم والدبليو دبليو إي مهتمة فيهم. ما ننسى بداية المشاكل للجود براذرز مع الدبليو دبليو إي. أول شيء هم وافقوا ينضمون لأي دبليو، والحلقة هذيك اللي تعتبر تاريخية يوم الدارك أوردر ظهروا غسلوا الجميع، وشفنا البكوسات التعبانة لداستن رودز. السيجمنت هذا المفروض يكون في كارل أندرسون ولوك جالوز وهم اللي يغسلون الكل، ولكن في اللحظة الأخيرة غيروا رأيهم وجددوا مع الدبليو دبليو إي. والقصة كالتالي، كان عندهم عرض في اليابان وتروبل إتش كان معاهم في المباراة هذه مع الجود براذرز. بعد المباراة ورا الكواليس قال لهم سمعوني، إي دبليو عادي ينتهي في المستقبل، ولكن الدبليو دبليو إي دائما موجودة. يا كارل أندرسون فكر بعيالك وجدد معانا. وهذا اللي صار، خان ربعه، سحب كلامه لجماعة AEW، جدد مع WWE، وبعدها بأشهر فنشوهم. وبعد التفنيش تكلموا بشكل سيء عن الشركة، ومرة بعد كارل أندرسون قال أنا مستحيل أرجع مرة ثانية معاهم، بس طبعا رجع بالأخير. حتى الجود براذرز جابوهم لأي إي دبليو، كان لهم رن خفيف مع جماعة الإليت، بس ما عطوهم سبوت لايت، كانوا بمثابة السايد ميشن في الألعاب. بالنسبة للعداوة، إيجي ستايلز كان يحتاج ناس معاه، والفترة هذه كلها قاعد يخسر وأبدا مو مهتمين فيه يعني في العروض، خصوصا في ماندي نايت رو. فأخيرا بياخذ له دفعة، والعداوة هذه متحمس لها كثير. لو بنشوف مباراة ثلاثية بين الفريقين في كراون جول، أشوفها بتكون وجهة جميلة. أما فين بالر لازم يعطونا بوش يا فردي. بعد المباراة احتمال كبير أي جي وربعه بيفوزون. أتمنى نشوف فين بالر ضد سيث رولينز على لقب الولايات بعد كراون جول. ما ننسى كارل أندرسون هو حامل لقب النيفر في نيو جابان، فهل بيرجع يلعب مباراة؟ طبعا في أخبار أنه بيسويها قريبا، وذكرتني بسالفة شينسكي ناكامورا يوم كان حامل لقب الانتر كونتيننتال وانضم للدبليو دبليو إي، بعدين عملوا لها بطولة، فلا تستبعدوا هالشيء. أو يمكن تريبل إتش يكون كريم ويخلي كارل أندرسون يلعب مباراته الأخيرة ويرجع مع ربعة. وبروك لازنر، نعم رجع الحبيب، سمعتوني كذا مرة أقول عداوته بتكون مع دانيال كورميه عشان يفوز عليه في المملكة وكذا، طبعا هالشيء ما صار، وطلع كلام ديف ميلزر صحيح أنه ما في خطة ثانية لدي سي بعد مباراة الفايت بيت. جلد بوبي لاشلي بشكل مرعب، بعدين سيت رولز طلع قال له أنت مش جندي وفي، وبتسمي نفسك جندي كيف؟ وبوبي مثل الحمار وافق يلعب المباراة هذه، غسل سيت رولنز وفاز بلقب الولايات. خطوة إيجابية، سيت رولنز يحتاج اللقب بعد ما خسر ضد مات ريدل. نفس ما قلت لكم يعني يستاهل يكون في الواجهة ويكون الرقم واحد في ماندي نايت رو. بنشوف أشياء مختلفة يعني من سيت رولنز في عداوات القادمة. واللي يقول بوبي لاشلي بيفوز على بروك، أنا أقول لك بوي ما له أمل، أبدا ما له أمل. بروك بيغسله غسال في كراون
مجهول يمكن يكون موجود في الرويال رامبل وطبعا راس المانيا اكيد. The Almighty is no more. سلسلة الخسائر بتبدأ من الآن. حمو بما فيه الكفاية وانا زعلان على الموضوع. AW Dynamite شفنا عودة ريني بيكيت. نعم ريني يونغ. واجمل شيء في العرض مع كل احترامي لباقي الاشياء اللي كل شيء صار كان الجمهور. جمهور تورونتو كان مولع حتى الاشياء السخيفة متحمسين لها. وشفنا تغيير القاب في المين ايفنت. اورنج كاسيدي فاز على باك. المباراة كانت لا بأس بها ولكن ما حبيتها ابدا. بغيت باك يكون مع اللقب يكمل بنفس الطريقة يعني بس لو غيروا موضوع الغش مع المطرقة كان يكون افضل. ولكن اورنج كاسيدي كم مرة بينافس على اللقب ويخسر. فاز بلقب المحيط الاطلسي. واسبوع القادم البيست فريندز بيلعب ضد مثلة الموت على القاب الثلاثي. وبعد صار شيء جميل جدا 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 في العرض. برومو هانجمان بيج قال كلام في الصميم. اتكلم عن نفسه انه ما عنده ربع معظمهم مو موجودين. كان بيبكي لانه يدري بداية المشاكل كانت بسبته هو مع البرومو اللي عمله مع سي ام بانك. بعدين اتكلم انه هو عنده عائلة وهو عنده زوجة عنده ولد نفسه نفس جون موكسلي. عصب ضرب عمره وراسه انتفخ يعني ضرب عمره بكوسات صج. واللي حل الموضوع اكثر ان جون موكسلي كان هادي ما تفاعل معاه الين ما مشى يمتزع الخفيف يعني يتفاعل شوية. وتشوف ام جي اف واقف فوق الجمهور يعني حاب ام جي اف الفترة هذه. ما ادري متى بتجلبه بيبي فيس بس من وجهة نظري سوى باسرع وقت. واذا صار محبوب وفاز باللقب راح يكون الرقم واحد في الاتحاد. وبعد موضوع اللي شعده للسوشيال ميديا توني خان عمل لقاء مع اريال هلواني. صاحبنا سأل توني عن المشاكل اللي صارت ورا الكواليس وتوني كان يقول له شوف انت تقدر تسألني بس انا ما اقدر اجاوب. وحاول كذا مرة يسأله كيف مشاعرك كيف احاسيسك على الموضوع وتوني خان قال له ما اقدر اتكلم عن الموضوع. خلص اللقاء واللقاء انا شفته كامل. كان لقاء حلو صراحة يعني تعرفنا اكثر على افكار توني خان وعرفنا يعني نوعا ما شو يصير بالشغل ورا الكواليس مع النجوم والخطط اللي يسويها للمستقبل. ولكن في بودكاسته بعد ما خلص الموضوع إيريل قال هذا اكثر لقاء اتنرفزت فيه لان كل ما اساله شيء ما يجاوب لي عليه. حتى سالته عن مشاعره ما يبغى يتكلم عن مشاعره ليش. شوفوا تعرفون رايي عن توني خان يعني مرات يقول اشياء غبيه المفروض ما يتكلم عنها. ومعظم الوقت اقول انت عندك نجوم ومصارعين موجودين في الاتحاد خليهم هم يعملون اللقاءات ويدافعون يعني عن AEW. انت مو لازم تتكلم ابدا. اما هني فهالموقف اذا بتساله عن موضوع اوريدي قانوني يعني احتمال كبير نشوفهم في المحكمه قضيه واحد ضد الثاني اكيد ما بيتكلم عن الموضوع بكل تاكيد. تبى المحكمه يقولون والله انت هني قلت ما حبيت اللي سواه سي ام بانك ولا اليانج بوكس عشان ينجلب الموضوع ضده اكيد ما بيتكلم. وبنفس اريال كل ما تكلم مع نجوم AEW قال لهم ليش توني خان ما يجي على البودكاست انا بالعكس احبه وبعمل لقاء معاه. قال هالشيء لام جي اف قال لاكشن برونسون واول ما الحبيب ظهر جلب عليه على طول. وشوفوا اللي يقول والله كان موجود في فيديو باكج للفايت بيت هو اكيد يحب الـ WWE. وطبعا نيك خان كان الايجنت ماله سابقا قبل ما يمسك زمام الامور في الـ WWE. بس ما لخص اريال من الشباب اللي يحب الفوضى يحب المشاكل يحب يشعلل في السوشيال ميديا. شوف اللقاء كان عادي جدا وكان جميل بس مو الكل اتكلم عن الموضوع مو الكل. اول ما قال الجملة هذه سيروا شوفوا الارقام ارتفعت الارقام فوق لاريال. الكل تفاعل معاه وطبعا شعل الجماعة AEW وجماعة WWE حبوه. كل هذا هو بس يزيد غاز على النار بس عشان يستفيد بنفسه وهذا ماركتينج. طبعا انا ضدها تماما بس لاعبها صح. والان الكل بيتابع كل بودكاست له خصوصا لو جاب مصارعين. شفتوا وبنهي مع سماك داون. اول شيء انضمام ري ميستيريو للروستر شفته خطوه ذكيه جدا يبتعد عن دومينيك ميستيريو ويبدا صفحه جديده كفردي. انا اشوف لو كان مع فينس ماكمان يمكن سنه سنتين يعتزل خلاص وما نشوفه في عالم المصارعه. ولكن دام تريبل اتش موجود اعتقد بيكمل وهذا اللي بغيناه. خلاص ملينا من موضوع دومينيك وري وجاجمنت داي وكل هذا. دام الجود برادرز وايج ستاز موجودين يشتغلون معاهم وري يدخلون مباراه رباعيه لان كاريون كروس عمل حادث مع درو ماكنتاير بعد ما شفناهم ابدا. وهني ري ميستيريو فاز المباراه وصار النمبر 1 كونتندر للقب الانتر كونتيننتال. تعرفون شو يعني؟ يعني جونثر بيلعب ضده والله يعينه بيغسله غسال تشوب واحد بيندفن ري كيف يقدر يتحمل؟ ما ادري لازم تقول كراون جول بيبر فيو لازم تشوف. حتى بوتسي ما عرفت كيف تنقز. تخيل انت مصارعه وما تعرفين القفز. القفز اللي هو اسهل شيء. انا قلت تحمد ربها ان المصارعات الثانيات كانوا قريب منها كان راحت فيها. روكسان بيريز كانت ايجابيه في سيجمنتاتها مع بيلي والمباراه اللي قدموها قدمت مستوى جميل.
نعم، متحمس لماندي نايت رو، ما على أساس كورا جيد بتكون موجودة؟ جميل، حتى كاميرون غرايمز في أخبار إنه بيظهر لماندي نايت رو، كنت أطالب فيها من زمان، وأخيراً بيكون جزء الراستر. نروح للمين إيفنت، برومو براي وايت. يمكن أنا الوحيد اللي أبداً ما عجبني البرومو، اتكلم عن مشاعره على أساس هو البراي الحقيقي، يشكر الجمهور، يقول أنتوا رجعتوني بصوتكم وما أدري شنو، وشي شوي يبكي ما تعرف شو ياس يقول نص الكلام، خسرت ناس حواليني ما أعرف شو أسوي في حياتي بس أنتوا رجعتوني. الشغف ما كان موجود، الشغف كان في بطني بس بعدين انتوا رجعتوها لعالم المصارعة. بعدين ظهر الفيديو، هذا كان أجمل شيء، يوم سمعنا كلام اللي هو الشخصية الجديدة لبري، قال فيها أيها الصغير تعال معي، سينتهي حياتك، انسى الماضي والمستقبل، حياتك انتهى، استنشق آخر أكسجين، وليس لديك أي فكرة كانت بمن تتعامل، ولكن ستعرفها قريبا. الفيديو كان جميل وانتهى بشكل سريع، اعتقد كان باقي دقيقتين على العرض وانتهى بسرعة. اتمنى كل العروض يكون بالطريقة هذه، لان معظم الوقت يكملونها اكثر من ساعتين او ثلاث ساعات، فالشكلة من وجهة نظري بيمططون الموضوع الين كراون جول، بيظهر راعي الماسك، بعدين بنشوفه ورا الكواليس، بعدين يتكلم بخزعبلات يمكن عن مصارع ما عشان تربط الاحداث. كنت متحمس كثير لبري، بالعكس أشوفها إضافة جميلة جدا، أما الشغل اللي مسوينا معاه الآن أنا شخصيا مو عاجبني. بس انتوا قولوا لي رايكم، عاجبكم الوضع؟ تحبون براي تيشيرت الاسود؟ لا صح، اغنيته الجديده جميله، اوف عجبتني، له جو خاص، شيء جو يعني يخرب مخك بس تستمتع بنفس الوقت. والكينغدم ظهروا في رامبيج، ماريا كانيلس، مايك بينيت، ومات تيفن، اللي كان في اخبار ان دبليو دبليو اي مهتمين فيه، بس ظهر في رامبيج. كنت اشوفه ينجح في NXT وكان يقدر يصير مين ايفنتر، مبارياته حلوه، الكاركتر شويه ها يبال الشغل. طبعا شون مايكلز وعمو إتش يقدرون يعدلون له، وانت وردي عندك نجوم كثار في AEW، بس التركيز الآن على جماعة رينج أوف أونر عشان يبون صفقة تلفزيونية، واتمنى لهم التوفيق، وبالصفقة هذه تصير بأسرع وقت لاني خلاص مليت، كم لقب وكم نجم وكم ما ادري شنو، خوصة بوصة. اتمنى خلاص يركزون على AEW ورينج أوف أونر يكون منتج لوحده. لايك وسبسكرايب، لا تنسون دائما وابدا بينكم 1